بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا النهاردة هو تطبيقات على حساب المئة. المعلم عدوية بينادي على زوجته أدرية وبيقول لها: الحقيني يا أدرية، أنا اشتريت كمية برتقان ب15,000 جنيه، والبرتقان طلع معظمه خسران واتباع ب9,000 جنيه بس. أدرية قالت: دي الخسارة كبيرة يا معلم، مين التاجر اللي باع لك البرتقان؟ عدوية قال: التاجر اسمه المعلم أبو بلاش، وهو أكبر راجل غشاش، وهو اللي خلى رجالته تحط لي البرتقان البايظ من غير ما أحس. والمعلم عدوية راح بسرعة للعم مئوية وطلب منه إنه يحسب له الخسارة بالنسبة المئوية. العم مئوية قال: قول لي يا عدوية، أنت اشتريت بكام الكمية؟ عدوية قال: ب15,000 جنيه. العم مئوية قال: وبعت الكمية بكام؟ عدوية قال: ب9,000 جنيه. العم مئوية قال: قبل ما نحسب النسبة المئوية للخسارة لازم نحسب الأول الخسارة. الخسارة كبيرة، اشتري برتقال ب15,000 جنيه ويتباع ب9,000 جنيه. وبدأ العم مئوية يحسب الخسارة، وطبعا طلعت 6,000 جنيه. العم مئوية قال: انت خسران 6,000 جنيه من 15,000 جنيه، يعني 6,000 على 15,000. وعلشان نحسب النسبة المئوية لازم نخلي المقام 100. عدوية قال: بس ده المقام 15,000، ازاي هيبقى المقام 100؟ والعم مئوية قال: علشان نخلي المقام 100 نضرب في 100 على 100. علشان نخلي المقام 100 نضرب في 100 على 100. وفجأة ظهر شيء عجيب، وسمعنا حوار غريب ما بين بهية ونبوية. وبهية بتقول: رايحة فين يا نبوية؟ ده انت المقام وغالي عليا. نبوية قالت: اسمعيني يا بهية، لما المقام يكون 100 هتحول لعلامة مئوية، لما المقام يكون 100 هتحول لعلامة مئوية، لما المقام يكون 100 هتحول لعلامة مئوية. وبعد الضرب والاختصار عرف المعلم عدوية إن النسبة المئوية للخسارة هي 40%. ومرت الأيام، والمعلم أبو بلاش كان تعبان جدا ومحتاج عملية كبيرة هتتكلف كتير وكتير. وفي النهاية المعلم أبو بلاش بص لنفسه وقال: ياه، ده أنا ياما ضحكت على الناس وقلبي ما كانش فيه إحساس، واللي بيجي بلاش لازم يروح ببلاش.